المؤمن خلق ليعرف ربه، ليقيم كلمة الإسلام، ليرفع راية لا إله إلا الله، ليكون شهيدا أو على نية الشهيد. المؤمن إن لم يتمنى الشهادة فإنه يموت ميتة جاهلية. لابد أن ننوي الشهادة ونطلبها من الله، وإذا طلبناها بصدق أعطانا الله ثوابها ولو متنا على فرشنا. جعل في قلوب الشباب حب الجهاد وحب الاستشهاد، وتحول شبابنا إلى قنابل، وصاروا يتفجرون فيهم صباح مساء